السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم تربية الكتاكيت والسمان. وقول لي مبروك، الدجاجة بدات كتبيض. فجبتهم كان فيهم مشكل، والمشكل قالوا لي يا السيد، يعني قال لي فيهم مشكل انهم البيضة ديالهم ما فيهاش القشرة، وانا عارف بلي راه غير ناقصهم الكالسيوم، ما عطيتهم لا قشور ديال البيض لا حتى شي حاجة. انا اللي درت معاهم، وانا بديت كنعطيهم الماكله في الرمله، يعطيهم الذره، كنعطيهم داكشي في الرمله، وانا باش انني نتاكد 100% بلي راه الرمله شي ياكلوها، عطيتهم تنعطيها شويه ديال الخبز مثلا في الزقو، وكنشوي شويه وكنرمي لها في الرمله وكتاكلو، يعني كتهز مع الرمله. والحمد لله، يعني نهار الاول البيضه كانت بلا قشره، نهار الثاني وبديت كندير لهم هذه العمليه، والحمد لله الايامات هذه بدات كتعطيني البيض، كتبيض هنا، كتبيض هنا، وتبيض هنا، وكاين هذا البيض هذا الحمد لله، عطاتني 3 البيضات، والرابعة هي هنا، وكان على هذوك 3 الاخرين، والحمد لله اللي لاحظت انها كتبيض كل نهار، فهمتيني، كل نهار كتبيض، ما شاء الله، اللهم بارك. وهاد البيض هذا بزاف الناس كيسولوني واش كتبيع البيض، البيض راه ما تنبيعوش حاليا، انا راه مازال ما مستفدتش منهم، يلا كنجمع البيض حتى نفرخ منهم ان شاء الله، عاد ديك الساعه نقدر نبدا نبيع البيض. اللي بغى يشوف الذكر مزيان، بغيت ندور تشوف التقويص ديالو. او الذكر تبارك الله ما شاء الله، يعني الحجم العملاق، اللهم بارك والله يسخر.